للاطلاع أكثر على مستجدات الوضع الميداني في ريف حمص وحي الوعر ينضم إلينا الناطق باسم مركز حمص الإعلامي محمد أسباعي. محمد، كما هو المعلوم تنظيم الدولة ليس مشمولا في الاتفاق، بالتالي الاشتباكات والمعارك هل لا زالت مستمرة بين تنظيم الدولة وقوات النظام في ريف حمص الشرقي، وما هي صورة الوضع؟ مساء الخير لك محمد وتحية لك ولجميع السادة المشاهدين. طبعا ريف حمص الشرقي هو غير مدرج في قائمة الهدنة الدولية التي أبرمت سوريا بين الثوار وقوات الأسد وميليشياته. طبعا المعارك مستمرة في ريف حمص الشرقي بين تنظيم الدولة وقوات الأسد، طبعا بعد معارك كر وفر بين مقاتلي تنظيم الدولة وقوات الأسد وميليشياته بريف حمص الشرقي. أعادت قوات الأسد سيطرتها على قرية شريفة وتلالها غرب مطار التيفور العسكري، حيث أن قوات الأسد والميليشيات التابعة له قد شنت منذ سيطرة تنظيم الدولة على هذه القرية بتاريخ 13 ديسمبر من الشهر الجاري عدة محاولات تقدم لاستعادة القرية، لكن تكبدت خلالها خسائر كبيرة، قتل فيها عشرات العناصر والميليشيات التابعة للنظام، فيما أيضا خسرت أكثر من 10 دبابات والعديد من الآليات العسكرية الثقيلة في هذه النقطة فقط. طبعا تعتبر قرية الشريفة وتلالها نقطة استراتيجية هامة، تشرف على عدة طرق امداد لقوات الأسد غرب مطار سيفور العسكري بريف حمص الشرقي. ثم أيضا الطيران الحربي لم يغب عن المشهد أيضا، حيث شن الطيران الحربي عدة غارات جو مكثفة على أطراف مطار السيفور العسكري وأماكن تركز تنظيم الدولة الإسلامية في تلك المنطقة. نعم محمد، أود السؤال أيضا، يعني هل سجلتم أي خروقات لقوات النظام خلال أيام الهدنة قبل يومين إلى الآن، سواء في ريف حمص الشمالي أو في حي الوعر؟ طبعا في اليوم الثاني للهدنة الدولية وعملية وقف إطلاق النار التي تشهدها سوريا، سجلنا اليوم ثلاث خروقات في مدينة حمص. الخرق الأول كان في ريف حمص الشمالي، حيث استهدفت قوات الأسد بأسطول متفجرة الرشاش الثقيلة قرية أم شرسوح مع قصف المدفعية الثقيلة، طال أيضا مدينة الرسن في ريف حمص الشمالي. الخرق الثاني هو تعرض الأحياء السكنية في منطقة البيسة حولة إلى استهداف مباشر برشاشة ثقيلة من قبل قوات الأسد المتواجدة على أطراف الريف الحمصي. والخرق الثالث طبعا كان في حي الوعر المحافظة حمص، استهدفت قوات الأسد برشاشات الثقيلة منطقة الجزيرة السابعة داخل حي الوعر من القناصات المتواجدة على الريف، قامت بإطلاق الرصاص المتفجر على الطريق الرئيسي لمنطقة ما أدى لإصابة امرأة بحالة خطيرة. أصبح هناك حذرا شديدا من قبل المدنيين، خوف من قوات الأسد بعودة القصف مجددا وبشكل مفاجئ بعد تلك الخروقات المتكررة من قبل قوات الأسد وميليشياته خلال فترة التهدئة. شكرا جزيلا لك محمد أسباعي الناطق باسم مركز حمص الإعلامي.